إذا كان أنت أستاذ تقدم في جزء من الدرس متاعك عن بعد، كيفاش تعرف هالجزء هذي اللي تقدمه وهالتعليم عن بعد اللي قاعد تعمل فيه هو تعليم ذو جودة وإلا لا؟ في آخر الفيديو هذي بعد ما نشوفوا الخمسة مستويات متاع جودة التعليم عن بعد نجم تعرف أنت المستوى متاعك وين. أي أستاذ كي يبدأ يحضر في الدرس متاعه ويحضر في الأسئلة اللي باش يعطيهم للتلامذة وكيفاش باش يعمل التقييم متاعه، لازم يحط في مخه اللي راهو التدريس عن بعد فيه برشا مستويات، ويلزم ديما يحاول انه يطور من روحه باش يحسن في الجودة متاعه. فما خمسة مستويات في التعليم عن بعد: المستوى الاولاني اللي هو beginner، المستوى الثاني متاع advanced، فما المستوى الثالث متاع collaborative learning معناها تعلم في تعاون بين الطلبة بين بعضهم، المستوى الرابع هو الاندبندنت ليرنينج معناها التعلم المستقل اللي هو الطلاب ينجموا يتعلموا وحدهم ويمشيوا وحدهم للمعلومه ويحلوها ويفهموها. اخر مستوى هو اكثر مستوى متقدم اللي هو الكرييتيف ليرنينج معناها الطالب ينجم يخلق حل والا مشروع وحده عن طريق المحتوى البيداغوجي اللي تعلمه. الخمسه مستويات هذوما باش نشوفوهم بالواحد بالواحد باش نفهموا كيفاش نحسنوا جوده التعليم عن بعد اللي احنا نعملوا فيه. نبدأ بالمستوى الأولاني اللي هو البيجينر ليفر وإلا المبتدأ. مثلا عملت حضرت الكوغ متاعك وبعثت للطلبة متاعك مثلا في جوجل كلاس روم شوية حاجات باش يقراهم، وعملت معاهم اجتماع بجوجل ميت، سافا عسلامة مرحبا، قريتهم التلامذة متاعك بالباوربوينت، فسرت لهم حاجات انت تتكلم هما يسمعوا فيك. من بعد ما وفيت هالحصة باوربوينت قعدت تجاوب على الأسئلة متاعهم، هما يسألوا وانت تفسر لهم حاجات، حسيت اللي سافا، فلان سأل فلان عطاه السؤال متاعه، صار شوية نقاش فهمنا لباس. توا باش نعملوا تيست، عملت لهم تيست في خمسة أسئلة في الحصة الحضورية، شفت كل واحد شنو جاوب، عطيتهم أعداد، صلحت لهم وسيبا. هذه هي الحصة اللي انت عملتها. الحصة هذه كما تشوفوا هي اللي بدينا بها الناس الكل، وماشي في بينا اللي هي حاجة طيارة اللي احنا عملنا اللازم الكل واللي احنا مهفت متاع تعليم عن بعد. نحبك تعرف اللي راهو المستوى هذي هو البيجينر ليفل اللي هو الليفل وان معناها اضعف الايمان، اقل حاجة وابسط حاجة اللي هو صحيح نجمو نبداو بها اما مازمناش نقعدو فيها على طول، لازم ديما نلوجو باش نتحسنو وباش نطلعو للليفل 2 ليفل 3 واحنا ماشيين. ها باش نحكي لكم على الليفل الاخرين شنو ينجم يكون فيهم باش نحسنو من الجودة متاع المستوى الثاني هو مستوى متقدم. مثلا حضرت الكوغ متاعك اللي فيه باوربوينت ولا تكست، اما انت ما خليتوش هكاكا محطوط قالب واحد، قسمت منه اجزاء، خذيت جزء عملته في شكل باوربوينت اللي في الوسط فما سؤال يجي الطالب ينجم يقراه كما يجاوب عليه، خذيت اجزاء اخرى وحولتها الى مصادر من الانترنت على دي سيت ويب ولا على دي فيديو في اليوتيوب اللي هما يفسروا بطريقه لوديك وطريفه حاجات من الكوغ. من بعد في الحصه نتاعك الحضوريه في جوجل ميت حاول تشارك اكثر ما يمكن من التلامذة، حاول تنقص من الوقت اللي انت تتكلم فيه مع الطلبه والتلامذة، وكان باش تخليهم هما وحدهم يسالوا اسئلتهم. الطلبه اللي هما ناشطين وهما فاهمين وهما متميزين باش يكونوا هما اللي يشاركوا وباش يغطيوا على اصحابهم الاخرين. نجم تستعمل الويل بيكر اللي هي اختيار الاسماء عن طريق القرعه، تحط فيها الليسته نتاع التلامذة نتاعك وهي تخرج لك الاسم، هكاك تشارك اكثر عدد ممكن من التلامذة اللي هما مخبين وراء الاورديناتور نتاعهم وما يتكلموش. كي تبدا تشرح معاهم ديما حاول تعطي الفيدباك، انك تفسر الكومنتير اللي باش يعملوا الطالب هذاك، خليه هو يقري زملائه عن طريق الحاجه اللي تعلمها مش انت باش تقريه، وكي هو يقري زملائه انت توجه وتصلح بشويه بشويه. حتى كي تجي تعمل التيست ابعد على المستوى نتاع جوجل فورمز والى جوجل كلاس روم وكهو، هذاك المستوى الاولاني. حاول تعمل كويز طريقه كومبيتيتيف فيها تنافس نتاع شكون يجاوب قبل وشكون يجاوب اصح في الحصه الحضوريه. فما دو بلاتفورم تاع فولين اللي هما سوكراتيف وكويزز، تنعمل لكم عليهم دي فيديو في المستقبل اللي يمكنكم انك تعمل دي كيستيون طريقه تنافسيه مربوطه بوقت وفيها شكون جا قبل وشكون جا بعد، وتنجم حتى تعطي كيما الريكومبانس والمكافاه للعبد اللي جا الاولاني واللي عمل احسن حاجه. هكا تكون عملت حصه فيها برشا تفاعل مع التلامذه، فيها اقل ما يمكن وقت انترفونسيون وتدخل من عندك انت، فيها مشاركه نتاع الطلبه الكل، فيها استعمال للتكنولوجيا، وفيها كومبيتيتيفيتي وتنافس. هذايا الليفل الثاني. اما احنا مانيش باش نقفوا في الليفل الثاني، ديما نحاولوا نحسنوا ونتعداو الليفل الثالث اللي هو collaborative learning معناها فما تعاون بين الطلبه والتلامذه بين بعضهم باش يحاولوا يحلوا مشكله ولا يفهموا الدرس نتاعك. في الحصه اللي هي باش نعملوا فيها collaborative learning مثلا احنا موضوعنا اليوم باش نحكيوا على التغذيه. ك
كي تعمل حصة تعاونية فيها collaborative learning نجم تعطيهم الموضوع هذية وتعطيهم شوية وقت وتخليهم هما يعملوا الغشيخش متاعهم والبحث متاعهم على الموضوع هذا. نجم توجههم مثلا يقسموا بعضهم شكون بش يعمل المهمة هذية، شكون بش يتلهى بأنواع الأغذية، شكون بش يتلهى بعملية الهضم متاع الأغذية، شكون بش يتلهى بالنصايح متاع الأغذية المتوازنة. ينجموا هما يختاروا كيفاش بش يقسموا الخدمة بين بعضهم بش ينجموا يعملوا بحث متكامل على التغذية. نجم مثلا تستعمل بروغرام بادلت تو نعمل لكم عليه فيديو تيوتو. بروغرام هذية والبلاتفورم هذية فيها بوسيبيليتي، هي عبارة على حائط انت تكتب عليه، الطلبة ينجموا يكتبوا عليه، اما الحاجة الباهية اللي فيه اللي هو الطلبة موجودين بالاسم مش كيما جيمبورد. ثاني حاجة نجم تبوستي عليه اللي تحب، تصاور بتاع خدمة باليد عملوها تلامذة، ديليام الويب، بحث متاع غشيخش، تابلو، حتى صوت، حتى فيديو، اي حاجة تنجم تكون موجودة على أورديناتور تنجم تتبرتاجها على بادلت. من بعد كل واحد فيهم باش يجيب الخدمة متاعه، وفي الحصة الحضورية متاعنا باش نبدأ نتناقشوا. ديما المعلم لهنا ولا الأستاذ عنده أقل دور من الانترفنسيون ومن التدخل في الحصة، باش يخلي كل واحد فيهم يحكي على البحث اللي عملوه، شنية الحاجة الجديدة اللي جابها بغابوغ لزملائه. كي واحد يعمل حاجة متطورة تكون انت فرحان بها أكثر وتنجم تعطيه فيدباك، وتنجم حتى هنية في البادلات تعطيه عدد ولا تعطيه اتوال ولا تعطيه بونوس. وديما يقعد التشجيع هذايا عنده دور كبير في الحيوية متاع القسم متاعك. هكا تكون انت عملت collaborative learning، حصة الطلاب هما اللي عملوا فيها الخدمة، هما اللي لوجوا فيها على المعلومة وقرروا بعضهم، كل واحد يجيب معلومة جديدة باش يقولها لصحابه اللي هم باش يتعلموا منها، وحتى كان ما قالهاش المعلومة موجودة وكل واحد ينجم يطلع عليها. هذه حاجة افونتاج باهي برشا في التعليم عن بعد اللي هو مش موجود في التعليم الحضوري، انه كل طالب ينجم يطلع على خدمة زميله ويتعلم. في التعليم الحضوري كل واحد خدمته موجودة في كراسته وصحابه ما يطلعوش عليها. هل peer learning هذية والتعلم من الزملاء حاجة تحفونا برشا وباهي برشا في التعليم عن بعد. توا الليفل هذية من التعليم باهي برشا، وإذا كان كل واحد فينا يخلط يعمله يتسمى ارتقاء بالمستوى متاع التعليم متاعه بالكدي بالكدي، باش نتعديه المستوى أقوى اللي هو الاندبندنت ليرنينج وعلى وإلا التعلم المستقل. شو معناها تعلم مستقل؟ مازلنا كي قلنا اللي فما الكولابوراتيف ليرنينج، معناها أنت تجي تعطي موضوع للطلبة، تحاول توجههم، تقسمهم دي جروب، كل واحد تعطيه حاجة باش يبحث عليها ومن بعد يجي ويقدموا البحث متاعه. في المرحله نتاع التعلم الاندبندنت ما عادش انت باش تتوجههم لحتى شيء، نجم تعطيهم فقط الموضوع وتخليهم هما وحدهم يقسموا بين بعضهم الجروب، تخليهم هما وحدهم يقسموا بين بعضهم الميسيون والمهمه نتاع كل واحد فيهم، تخليهم هما وحدهم يلوجوا انهي الطريقه اللي باش يقدموا فيها البروجي نتاعهم. ينجم يقدموه في شكل وورد، ينجم يقدموه في شكل باوربوينت، نجم تنصحهم انهم يخدموا جوجل وورد ولا جوجل سلايدز على خاطر هي جوجل وباوربوينت اما اونليني، كل واحد ينجم يعمل عليه التغييرات اللي يحب عليها. تخليهم هما وحدهم يحضروا تقييم للعمل هذاك، عباره هما باش يقريو الاستاذ ولا باش يقريو زملائهم وزيد باش يعطيوهم تيست. هكاك يخلقوا هما المحتوى البيداغوجي ويخلقوا هما التيست اللي باش يعملوه في الحصه الحضوريه، باش يجي الجروب هذا وباش يجي الجروب الاخر باش يقدموا الخدمه نتاعهم ويحاولوا يقريوا بعضهم ويقريوا الاستاذ، وفي اخر الحصه باش يقدموا التيست نتاعهم باش العباد الاخرين يشوفوه. هكا يكون التعليم مستقل، معناها الطالب عمل تقريبا الخدمه الكل وحده. التعلم المبدع وين يجي؟ وقت اللي يصير التيست هذايا والطالب اللي هو اعطاه التيست باش يشوف زميله كيف يجاوب عليه واسكو جاوب عليه بصحيح ولا، هكيكا يعرف روحه المحتوى البيداغوجي اللي قدمه كامل مش كامل، يشوف علاش زميله ما فهمش ويعمل تحليل واناليز ويشوف علاش الاخر ما جاوبش بصحيح. بالطريقه هذه الطلبه يوليو يعملوا تحليل، يعملوا تقييم وتحليل الخدمه نتاعهم على ضوء نتائج الاجابات نتاع زملائهم، وهكيكا يعملوا نقد ذاتي للخدمه نتاعهم ويطوروا فيها ويحسنوها ويخلقوا منها حاجه مبدعه اكثر. هذا وين جي الكرييتيف ليرنينج. كما تشوفوا تقديم الدرس نتاعنا عن بعد ما يقفش حد وحد انك تعمل حصه حضوريه تفسر التلامذه وتعطيهم تيست. هذايا كما قلت لكم المستوى الاولاني، لازمنا الكل نطوروا من المستوى نتاعنا، نحاولوا نشاركوا الطالب اكثر ما يمكن من الوقت في هو في الدرس، انه هو يخلق المعلومه، انه هو يحللها، انه هو يقدمها لزملائه، وانه هو يخلق لها حتى تقييم وايفالواسيون وتيست ويحللها كالتيست هذاك ويشوف روحه وين عمل به وين عمل خايب. ان شاء الله بشويه بشويه كنا نجموا نطوروا، خاطر التعلم عن بعد هو المستقبل في التعليم،
بالطبيعة ماهوش باش يكون وحده، لازم معاها التعليم الحضوري، أما التطور نتاع الحياة ماشي في الطريق هذاك ولا مفر منه. أحسن حاجة أن نستعدوا ليه من توا ويكون مستوانا، كل مرة نطوروا فيه بشوي بشوي. توا شوف روحك أنت شنو النوع نتاع الدرس اللي تعمل فيه، وحاول شوف روحك أنت فين مستواه، وهكاكا تلقى طريقة باش تحسن المستوى نتاعك وتطلع للليفل اللي بعده. إن شاء الله تكون الفيديو هذه عجبتكم. إذا كنت تعرفوا شكون ينجم يستفاد منها بارتاجيوها معاه، باش هكاكا تعم الفايدة على الناس الكل، وإن شاء الله نتلقاو في فيديوهات أخرين.